هلا المدينه مليانه الوان، كله مرسوم وين ما كان، بنايات مهجوره ما كانوا يخلونا نقرب عليها. كانت بيروت كتير غوست سيتي تتسمى، ما كان فيها شيء ولا على الحيطان، كله متحفظ. وهلا صارت للشعب. هلا لانه وضع الجرايد كله نازل نزول يعني وين ما كان بالعالم، بس خاصه بلبنان عندنا ازمه جرايد ورق وعندنا ازمه اقتصاديه. فهلا اشمالا ما عم بقدر اشتغل مع جرايد، فعم فضل انزل علقهم انا على الطريق يعني. بس طريقه التواصل تغيرت بالنسبه لي، بس بعدها رساله هي واحده. قررت انه من وراء الثوره اني انتقل على الشارع لاقدر اعبر اكثر واستلهم من الشعب، من المتظاهرين اللي انا واحده منهم، واعمل لوحات تقدر تحكي بصوت اكثر اذا انقمع صوتنا يضل الفن يحكي عنه. Thank you.